أركايفينج من اسم الأشعة، هيقدمها شباب اسم الأشعة، مدرسين ومدرسين مساعدين. وهنبتدي بدكتورة إيناس سويد، مدرس مساعد الأشعة بطب بنها. مدرس والله؟ والله مدرس 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 الأشعة. تفضلي إيناس. طيب والله يا أستاذ كريم، يلا يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. Firstly, I would like to express our greatest gratitude to Dr. Ashraf Shafi, Lecturer of Diagnostic and Interventional Radiology, Banha University, for his help, scientific comments, and many thanks to Dr. Ashraf and our archiving team. Our first case, female patient, 17 years old, presented by abdominal enlargement, lower limb edema, and right breast lump. Ultrasound was done, revealed hepatomegaly and multiple hepatic focal lesion. Alpha fetoprotein was done, it was normal. CEA, carcinoembryonic antigen, was mildly high. CA 1990 was normal. Triphasic CT was requested. Okay, this is the triphasic CT. Non-contrast arterial portovenous delayed, and this is the coronary formatted image which show hepatomegaly. The right lobe span was 24 centimeter. There is multiple bilobar hepatic focal lesion seen occupying all the hepatic parenchyma, lobulated appearance with disfigurement of the hepatic surface. This the largest seen is the largest hepatic focal lesion is seen as a periportal mass. هي اتش وردن هقولها هتبقى مهمه في الديفرنشال دايجنوزس. فيعني اللارجست منهم كان بيريبورتال ماس. ذيس فوكال ليجنز يعني شو مينيمال بريفرال كونتراست انهانسمنت وذ مينيمال واش اوت ان ذا ديليت فيز. اوكي، الانترستنج هير او الفيري امبورتنت ان احنا في البورتو فينس فيز، ان رغم ان في مالتيبل هيباتيك فوكال ليجن عامله ريبليسمنت للهيباتيك بارينكيما، لكن البورتال فينس برانشز از سين باسنج ثرو ذيس هيباتيك فوكال ليجن مينيمال ان كيز نوت انفلتريتد نوت ثرومبوست. ذا انتر هيباتيك اي في سي از سين مينيمال ان كيز ذا هيباتيك فينز اولسو. اوكي، ذير از هير مالتيبل هيباتيك او فيو بورتو هيباتيك اند بيري بانكرياتيك باثولوجيكال انلارجد نود وذ ذا سيميلر دنسيتي تو ذا هيباتيك فوكال ليجن، اند ذير از اولسو هير اومنتال نوديول. العيانه قالت ان عندها بريست لامب، فحبينا نبص على البريست لامب في السي تي اولسو. ذا بريست لامب واز راوندد سيركمسكرايبد. بالنسبه لي في عيانه 17 years old كانت في الغالب بالنسبه لي شكلها فايبر ادينوما. اوكي، طيب العيانه برضو كان عندها مينيمال مينيمال بيري هيباتيك اسايتس، مينيمال بيري هيباتيك اند بيلفيك اسايتس. اوكي، انا بس هوري حاجه برضو وهقول الاهميه اللي انا هبعمله. انا حابه بس بقيه الاستادي كانت ان ريماركبل، بس انا حابه نبص مع بعض كده على الكولون نتاكد ان ما فيهوش اي مشكله. نفول الكولون كده، ذير از نو وورث ثيكنينج، ذير از نو ماسز، نو بلوبويدل، الفات كان حواليه كويس، فما عنديش اي مشكله في الكولون خالص. اوكي، احنا دلوقتي لما بنلاقي هيباتيك فوكال ليجن دلوقتي بقت اغلب الاورجانز والليجن بتتبع داتا سيستم، ريبورتنج داتا سيستم. احنا في الليفر بنتبع اللايريت. اوكي، لكن هو جه قال لي ان اللايريت دونت ابلاي لايريت لو البيشنت ليس ذان 18 ييرز اولد، فانا مش هنفع ابلاي لايريت في الكيس دي. طيب، فاحنا دلوقتي التيتشنج بوينت ان انت دونت ابلاي، لازم نتبع الداتا سيستم اللي احنا ريبورتنج داتا سيستم. اي كانت ابلاي، هو قال لي اصلا ان مش هينفع تابلاي ات. فاحنا لما بنلاقي هيباتيك فوكال ليجن لازم نشوف الاول حاجه الليفر سيروتك ولا نانسيروتك. الليفر كان نانسيروتك، والالفا فيتو بروتين بتاعت اللاب بتاعت البيشنت كانت نورمال. طيب، هو الكلينيشن كان مصمم رغم ان انا بالنسبه لي الادينوما كانت شكلها سيركمسكرايب وراوندد و2 تو 2 سنتيمتر، ما فيهاش كالسيفيكيشن، ما فيهاش سيستيك تشينجز، كلاسيك فور ادينوما. لكن هو يعني حب ياخد منها ترو كات بايوبسي، اند ات واز كونستانت وذ ادينوما اند نيجاتيف فور مالجنسي. طيب، احنا دلوقتي ما عرفناش نابلاي ريبورتنج داتا سيستم اللايريت، ما قدامنيش ان انا ادخل على الديفرنشال دايجنوزس واحاول امينيمايز واوصل للايه للدايجنوز بتاعي. احنا دلوقتي في الديفرنشال دايجنوز بتاع المالتيبل هيباتيك فوكال ليجن بيدياتريك ايدج جروب، فهنابلاي من 11 تو 18 ييرز. المالجنان هي بالنسبه لي مالجنان ليجن اكيوباينج الليفر سيرفيس كله، معاها اومنتال نودول، معاها دريننج باثولوجيكال نود، فايتز مالجنان. يبقى احنا هنحاول نكسكلود الهيباتيك سيرال كارسينوما، الميتاستاتيك الليمفوما، الابيثيريال هيمانجيو اندوثيليوما. دلوقتي ان ذا ليفت ذس از كيس اون ان ذا رايز ديفرنشال دايجنوزس، احنا كانت يعني كانت بي اتش سي سي نو نمبر 1. الاتش سي سي اوكيرز اون باثولوجيكال ليفر، بيبقى فيه كرونيك فايرال هيباتايتس، تايروزينيميا، جالاكتوزيميا، كوليستيزيس. الالفا فيتوبروتين بيبقى هاي ان 70%. اوكي، طبعا الحاجه الكلاسيك جدا الهايبر انهانسمنت اللي بيحصل في الارتيريال فيز والوش اوت. اور كيس از نوت اتش سي سي از اكسكلودد.
طيب it may be fibromyalgia carcinoma actually it يعني كانت relative diagnosis مهم ان احنا to exclude لان هو الليفر كان نورمال الالفا فيتو بروتين كان نورمال لكن برضو exclude الهايبر انهانسمنت اللي بيحصل في الارتيريال فيز اور كيس از نوت والسنترال سكار اللي بتبقى موجوده والكالسيفيكيشن وان في الديليت انهانسمنت هو ما حصلش بريزيستنت ديليت انهانسمنت فدي مش سكور فالفايبرولاميلا كارسينوما was excluded. الميتاستاسيس واز فيري امبورتنت ديفرنشال دايجنوستس في المالتيبل هيباتيك فوكال ليجن. احنا في الميتاستاتيك في البيدياتريك اتش جروب انا حاولت اكسكلود كل الميتاستاتيك. هي اشهر حاجه فيهم ان تبقى نيوروبلاستوما وتبعت ليفر ديبوزيت ويتش از نوت ذا ايتش باي اني مينز. تبقى كانسر كولون من عيانه في الغالب بيدياتريك عندها فاميليا بلوبوسس كولاي ونوت برضو لان الكولون انا وريته وانا بعرضه الكولون كان كويس جدا والعيانه اكيد 17 ييرز لو عندها فاميليا بلوبوسس كولاي كان اكيد اكتشفته من بدري. طيب الهايبر فاسكولار ميتاستاسيس من عيان مثلا عنده ار سي سي او زيلينجر اليسون عنده جاسترينو احنا الكيس بتاعتنا was not hypervascular actually but still الميتس مع المالتيبل هيباتيك فوكال ليجن حطيناها في الديفرنشال كان عندنا ما كانش عندنا حاجه للبريست لامب اللي هي كانت كلاسيك فور ادينوما متخم منها بايوبسي فما بقناش عارفين الميتس ممكن يجي منين actually بس استيل كنا حاطينه في الديفرنشال. الابيثريوت هيمانجيو اندوثيليوما was برضه ريليتيف دايجنوزس لان هي هتبقى نون سيروتيك ليفر الالفا فيتو بروتين هيبقى نورمال لكن الابييرنس بتاع الهيباتيك فوكال ليجن ان هي هتبقى مالتيبل بريفرال ديستريبيوتد بتعمل كابسولار ريتراكشن والكاركترستيك لوليبوب ساين it was not in our case اللي هي ان الفيزل بتيجي عند الايدج بتاع الليجن وتوقف. احنا الفيزل كانت باسنج ثرو ذا هيباتيك فوكال ليجن انكيزد نوت انفلتريتد نوت ثرومبوز فنوت برضو الابيثيلوتي ماجيو انستريوما واز اكسكلودد. اللي هيفضل بالنسبه لنا في الديفرنشال في الديفرنشال دايجنوزس هيفضل الميتاستاتيك والليمفوما. We request for trocar biopsy and trocar biopsy was given and it was non-Hodgkin lymphoma B cell type in the intermediate size for immunohistochemistry and the immunohistochemistry was compatible with primary hepatic Burkitt lymphoma. The primary hepatic lymphoma described in all world until now in 8 in 100 cases only. It is very rare case and very rare case and 100 cases only in all case report يعني تمام. طيب العينه بعد كده طلبنا لها انتوا هتقولوا لي طب هي primary ما هي ممكن تكون secondary. طيب احنا بنلزم هنطلب الاف دي جي الاف دي جي بيت سكان فور staging. العينه كان البيشنت كان عندها افيد ابتيك في الاول هيباتيك فوكال ليجن الاس يو في بتاعها كان 6.3 ما كانش فيه غير الاومنتال نودول والفيو دريننج نود اللي كانوا واخدين اف دي جي ابتيك ما كانش نو اني اذر افكشن بال او نو اذر اكتيفيتي. البيشنت اندروينت اجريسيف كيموثيرابي اند 4 مانثس ليتر اوف كيموثيرابي شي وينت فولو اب اوف بيت سكان اند ذير از ميكسد ريسبونس مورفولوجيكلي حصل ريجريشن للفوكال ليجن لكن ستيل في اف دي جي افيد ابتيك ان ذيس فوكال ليجن. اوكي هي عملت ذا لاست بيت سكان ان جون وكان حصل دراماتيك ريسبونس للفوكال ليجن ده بس اي دونت هاف ذيس بيت سكان. طيب التيتشنج بوينت بتاعتنا الرئيسيه ان احنا دول دلوقتي اول ذا ليجنز بنحاول نعمل لها ابلاي عليها الريبورتنج داتا سيستم ان احنا ابلاي الرايريد او كده. هو الكيس بتاعتنا 17 ييرز فما عرفناش نابلاي عليها الرايريد. طيب اي هيباتيك فوكال ليجن لازم نشوف الليفر سيروتيك ولا لا والالفا فيتو بروتين بيفور احنا نابلاي الكيس. طيب الهيباتيك لمفوما ان هي تكون برايمري او سكندري. برايمري هيباتيك لمفوما از فيري رير. البيركيت لمفوما از فيري فيري رير. اوكي وما بتحصل اون توب اوف ايمونو ديفيشنسي بيشنت واحنا الكيس بتاعتنا برضه ما كانتش ايمون كانت بوست ترانسبلانت ولا عندها ليمف بروفيرفيد ديس اوردر ات واز فيري اود كيس. لكن هي كاركترستيك ان هي بتعمل بري بورتر انفلتريتنج ماس اور كيس كانت عامله بري بورتر ماس كبيره والانهانسمنت بتاعها از نوت يوجوال. انا هخلص يعني هقول الكيسز وبعدين هقول الفيري تيتشنج بوينت المهمه اللي انا عايز اقولها. احنا اور سكند كيس الكيس الاولانيه كانت برايمري هيباتيك بيركيت لمفوما في سوليد اورجن. اور سكند كيس من البيشنت 5 ييرز اولد بريزنت تو اور ديبارتمنت باي ابتومينال بين اند كونستيبيشن. Ultrasound was done and this classic appearance of intersusception invagination of bowel inside a bowel concentric ring sign with characteristic mesenteric fat is seen in this mass with isbasognomonic for intersusception. احنا بنعلم الريزيدنت ان احنا لما بنلاقي intersusception في patient less than 2 years خلاص ده gastroenteritis inflammation في البايرز باتش هتعملوا hydrostatic reduction وهيروح مع مامته مفيش مشكله. لما بتلاقي intersusception في طفل older children او في الادلت لازم يبقى في leading point. Actually احنا مبصينا this child was 5 years old was pathological node inside the intersusception. Okay and plus the intersusception there were multiple pathological enlarged para-aortic and the mesenteric lymph node. This lymph node show يعني few cystic changes and the clinician request for CT. Okay, this is actually the largest intersusception I ever seen in the last 5 years. This huge intersusception, the right hypochondria and reaching the epigastric region. Invagination of the terminal ileum inside the right side of the colon.
Okay, and we can see here the pathological node inside the mass. Actually, this is the pathological node inside the intersusception. The mesenteric fat, which is basognomonic, the intersusception. Multiple pathological node inside the intersusception. This is where this was the leading point. In the axial, we can confirm. This is the intersusception, and this is the pathological node inside. Okay, plus ادي الباراورتيك، الباراورتيك بري كيفل، الريتروجاستريك باثولوجيكال نود، الميزنتريك باثولوجيكال نود، الاليوسيكال باثولوجيكال نود. اوكي، اند ذس ووز العيان كان داخل في ايمرجنسي انه انت سسبشن. طبعا الكلينيشن او السيرجن دخل عمل له رايت هيميكولكتومي، اند ات ووز باثولوجيكال بروف. رايت هيموكولكتومي مالجنانت راوند سيل تيومر لايكلي مالجنانت ليمفوما في الايمونو هيستوكيمستري، اند ات ووز كومباتبل وذ هاي جريد بي سيل ليمفوما. هيقول لي هتقولوا لي ده كانت ات ووز بيركت ليمفوما، هتقولوا لي مش بيركت، مش مكتوب بيركت في ريبورت. هو احنا سالنا الباثولوجيست 100% اوف ليمفويد سيل بوزيتيف فور سي اي 67 ذس از ايكوال بيركت، لكن هو بيعمل حاجه اسمها سي ماك عشان يكتب بيركت بس في الريبورت، هو عشان هو ما عملهاش ما كتبهاش، بس هي بيركت ليمفوما. انا عايزه يعني اكونفيرم ان احنا البيركت ليمفوما ات از فيري اجريسيف تيومر، يعني هي ما تفرقش عن الايمرجنسي في حاجه. احنا بيحصل تابلنج للليجن ان 24 اور، يعني احنا لما اورينتد بالكومن لوكيشن والاتيبيكال برزنتيشن بتاع البيركت ليمفوما، انا مش باثولوجيست انا فاهمه، بس احنا بنكتب ده، يعني الاقي اليوسيكال افكشن لليوسيكال انتسسبشن ولا باثولوجيكال نود، انا هقول له ان في باثولوجيكال نود وان في انتسسبشن. بيركت ليمفوما از وان اوف اور ديفرنشال، عشان هو اكيد الكلينيشن لما هشوف ده هيسرع البايوبسي، يمكن نكلم الباثولوجيست يسرع يعني ظهور الريبورت بتاع الباثولوجي. فاحنا عشان الدبلنج اللي بيحصل في 24 اور احنا كده بنسيك فور ذا بيشنت، بيبقى فيري امبورتنت. الاور تيشنج بوينت احنا بنلاقي اليوسيكال انتسسبشن وباثولوجيكال نود، ات از كلاس او يعني برزنتيشن تيبيكال، يكاد يكون تيبيكال للبيركت ليمفوما. Our third case, male patient 20 years old, presentable facial swelling. Actually, this case I take from professor, dear professor Dr. Ahmed Farid from his archiving to complete the classic scenario of the scenarios of the Burkitt lymphoma. This is the axial T1 and this is the coronal T-weighted images. This is a large infiltrative soft tissue mass lesion is seen centered upon the maxillary antrum, destroying its wall, seen extending into infiltrating the pterygoid plate and extending in the infratemporal fossa and evolving part of the mandibular ramus and encroaching among the nasal cavity. This lesion of intermediate signal for T1, intermediate signal for T2 to mildly high, which is donating in the hypercellular. Can she have cystic changes? Okay, and there is also multiple pathological nodes, some mental and some mandibular. In this patient with hypercellularity, في المنطقة بتاعت الجو والفيشال بون برضو البركت لنفوما ده classic appearance ليها أو classic site في البركت لنفوما. It was biopsied and it was a case of بركت لنفوما. To summarize the three cases, إن إحنا البركت لنفوما ما تقلش حاجة عن الإمرجنسي، إحنا بيحصل لها doubling in 24 hour، إن إحنا نشخص ونبقى oriented بالكلاسيك سايت في الأبدومين اللي هو الإليوسيكال ريجون، في الهيد والنك إن إحنا بنتكلم في الجو والفيشال بون أو الوايداير رينج، إن أنا بتكلم على أتيبيكال سيناريو زي ما وريتكم لحالة البرايمر هيباتيك لنفوما، إن هي تيجي في سوليد أورجن، الإنكيسمنت بتاع الفيزر وهي مش نافعة أي حاجة تانية، فإحنا كنا نكتب إن ده الليمفوما از أور أوف ديفرنشال، فيبدأ الباثولوجيست إيه يبقى برضو إحنا بيحصل بينا كورليشن. اقول ذس انا قلته. هنخرج بقى من القصه بتاعه البركت لنفوما وندخل في كيس نمبر 4 في ميل بيشنت 2 مانث. الهير ماذر نص ان هي عندها سيفير ابتومينال بين، الترا ساوند واز دون. وانا ما هيش موجوده في مصر خدت بالك، او نادرا لما نشوفها في مصر. هي يس موجوده في افريقيا اصلا، فما حدش مننا في الغالب هيقابل حاله بيركت لنفوما، وده فعلا باثولوجيكال دياجنوزس. لكن راديولوجيكال دياجنوزس في الباترن بتاع اللنفوما وخصوصا نان هوجكن لنفوما معروف على الراديولوجيست ويقدر يشخص اللنفوما. لكن عشان يقول هل ممكن يقول بيركت لنفوما مباشره؟ ايوه ممكن يقول في بعض الحالات، ممكن اقول عليها بيركت لنفوما وخصوصا في اللوكيشن والبيهيفير. يعني مثلا الحاله اللي انت جبتيها بتاعت الانتسسبشن، معروف الليمفوما انها بتعمل برغم الميورال انفولفمنت الا ان فيه دايلاتيشن لليومن اتبالك او بريزرفيشن حتى على الاقل لليومن بتاع الباور، ونادرا لما الليمفوما تعمل اوبستراكشن او
انت سيبشن. لكن الليمفوما اللي تعمل انت سيبشن وخصوصا في مكانها في الانوسيكال يبقى حط في اعتبار ان دي بيركت ليمفوما. تاني حاجة بتاخد قط بقى ما بنشوفش الليمفوما في الساينونيزال كافيتي زي الحالة اللي انت عرضتيها دي. اما الليمفوما موجودة في الساينونيزال كافيتي بتبالك صعب. لكن لو قط لوكيشن يبقى احط في دماغي قوي ان دي ممكن تكون بيركت ليمفوما. الليمفوما ما هياش او خصوصا النون هوجك ليمفوما مش ديستراكتيف, يعني ما بتعملش بون ديستراكشن وبون اروجن. لا, حالات البيركت ليمفوما يعني لو انا شفت حاله ليمفوما بالباترن بتاعتها واقول ان الفايندنجز الموجوده ديستراكتيف تشينجز في البوني باوندرز يبقى ده سام تايمز يبقى فيها كالسيفيكيشن. انت خدت بالك؟ بص الصوره بيمني يس ممكن يكون, وبرغم ان الليمفوما مش قاعده فيها ان يبقى فيها كالسيفيكيشن. فهو الاود برزنتيشن بتاع النون هوجك ليمفوما يخلينا افكر في البيركت ليمفوما بالظبط اللي هي في الاصل هتبقى فيري اجريسيف. بالظبط. شكرا طول عمرك. ربنا يخليك. اور فورث كيس فيميل بيشنت بريزنت تو اور ديبارتمنت هي مادر نوت ان عندها سيفير ابدومينال بين الترا ساوند واز دون. البيشنت دي كان عندها رايت ادينكسل ليجن, السنتر بتاعها كان هيتروجينس هايبر ايكويك هاز سكند وول. اوكي, الغريب في الالترا ساوند السيست دي ما كانتش انسبرابل خالص من الورينال بلادر. الليجن ده كان رايت سايدد, وانا بصيت على الاوفري. احنا طبعا بنبقى اورينتد في طفله صغيره زي كده ما بنلاقي حتى كومبليكيتد سيست او طبعا في ديفرنشال ميزنتريك دوبليكيشن سيست تبقى واخده الباور سيجنتشر ساين او اوفيريان طبعا ده نمبر 1. ببص على لقيت الرايت اوفري, فالرايت اوفري كان موجود وانا شايفه دي, وبعد كده انسيبرابل من اليورينري بلادر. فاحنا كتبنا كده في ريبورت وطلبنا فور بيتر بقى ايه اسسمنت او بيتر كاركترايزيشن. فالكلينيشن طلب لها ام ار اي. Okay, this is axial T1, T2, stairs. This is the diffusion and the coronal T2 weighted images. The center of the lesion, of this cystic lesion, the center was of hyper intense signal in T1, low signal in T2, and stair. Okay, the likelihood of subacute blood. It has second wall. The second wall of the lesion also show diffusion restriction, denoting in some sort of pertinacious and hemorrhagic content. في الكورونال تي ويتد ايمج ذا سيستيك ليجن واز انسيبرابل اكشوالي فروم ذا رايت سوبرولاترال اسبيكت فروم ذا يورينري بلادر. اي كان ابلاي اون ذا تي اكسل تي 2 كانت انسيبرابل خالص, ما كناش شايفين اني لاين اوف كليفج بينها وبين اليورينري بلادر. الانترستنج اولسو ان احنا كنا شايفين الرايت اوفري او فوليكلز بتاع الرايت اوفري موجوده ريتروفازايكل. فاحنا استنينا بقى السيرجن يفتح. السيرجن فتحها وقال لي احنا الرايت اوفري كان موجود في مكانه. انا كان نفسي يبقى معانا سيرجيكال بيكتشر بس اكشوال نوت ابلايد. يعني قال لي ان الليفت اوفري هو اللي لف الناحيه الثانيه وحصل له سام تورت اوف تورشن, وهي كانت ليفت اوفيريان تورت سيست. يعني عايزه اقول ان احنا طبعا احنا من المنظر ده ممكن نقول ان ده اجريسيف وان هي انفلتريتد ماس لان هي انسبرال. السيفير ادهيجن او السيفير انفكشن برده ممكن يعمل نفس البيكتشر. وان احنا لازم نبقى اورينتد ان احنا في اي تشايلد لما نلاقي كومبليكيتد سيست لازم نبقى الادينكسل من 1 تو 5 او 1 اور ديفرنشال دايجنوز. هو برده الانترستنج يعني او ما كانش لوجيك قوي ان هي طلعت في الباثولوجي سمبل سيروس اوفيريان سيست. احنا كلمنا الباثولوجيست هم قالوا ان هم كانوا الرول بتاعهم يكسكرون ان ما فيش مالجنسي, ما كانوش بيدوروا ان هي تبقى انفاركت او تورتد او حاجه زي كده. لكن ات ووز ليفت اوفيريان سيست باي ذا سيرجن, يعني السيرجن اللي فتحها ده كان كلامه. اوكي, اور لاست كيس فيميل بيشنت 64 ييرز اولد بريزنت باي مانديبولار ليجن. انا هقول الكيس زي ما جات لي بالسيناريو بتاعها. ذس از ذا فيرست سي تي دان فور ذس بيشنت. And there is the mandibular lesion here is osteolytic, destructive, permeative lesion is seen involving the anterior aspect of mandibular body and symphysis manti. It is associated with extraosseous soft tissue component here in the buccal space and gingival space here. Okay, أنا بالنسبة لي, and this is panorama, this is destructive, permeative, destructive osteolytic lesion involving the anterior aspect of mandibular body and symphysis manti. This is mandibular malignant lesion for histopathology. فالعينة عملت الهيستوباثولوجي. And it was high-grade mucoepidermoid carcinoma. الكلام ده كان من 2 months. جات لي العيانة في pre-operative assessment, خلاص دخل عملياتهم الاثنين. الكلينيشن قال لها ان احنا هنرموف المانديبل اون تو اوبريشن. فجات لي for pre-operative assessment. Okay. And there is a stationary status as regards the osteolytic destructive permeative lesion موجود في المانديبل. ما كانش فيه اي changes actually. Okay. لكن انا لما كان الستادي كانت معمولة بالCT with contrast, there is multiple superior cerebellar ring enhancing lesion
and the posterior parietal with edema more than the size of the tumor, and I suspect in the metastatic disease. And actually, لما جينا نبص على الأبر شيست كاتس كان في reticulations لكن كان في some sort of pulmonary nodules here. Okay. And we suspect in the metastatic disease. هي راح بصراحة الأنكولوجيست كان متميز يعني فطلب منها slide revision. والسلايد ريفيجن طلعت ان دي عباره عن فوكال نيكروتايزنج ميتاستاتيك ادنوكارسينوما. الباثولوجيست الشاطر والراديولوجيست الشاطر كلنا بنكمل بعض. هو طلب ان كوريليت وذ راديولوجي وقال لها اعملي سونوماموجرام, يعني هو شك ان هي ميتاستاتيك من بريست كانسر. اند ذا ماموجرام اكشوال واز دون اند واز يعني ات واز سربرايزنج ان هي طلعت زي ما الباثولوجيست قال ان ذير واز ذيس دايجنوستيك سي سي اند سي سي اند ميل او ماموجرام اند ذير از سنترال اند لوور انر هاي دنسي ريجولار شيبد ماس ليجن. Okay, this is the diagnostic CC mammogram and the MLO. There is deeply seated central and the lower inner irregular shaped high density mass. This is the CC, the MLO, and there was malignant irregular shaped hypoechoic mass lesion seen on 5 o'clock, deeply seated, minimal vascularity on Doppler application, pathological enlarged level 1, level 2, and level 3 lymph node, and it was invasive ductal carcinoma grade 3. اوكي انا عايز اقول لحضراتكم بقى حاجه ان احنا لما رجعنا للسي تي اللي كان معمول 2 مانس قبل ده قبل اللي جالي وانا شفت فيه البرين ليجنز الحاله المفروض كانت تخلص منه. يعني احنا مش بنجينا العيان مش بيجي لي سي تي في الشلبون فانا بطنش بقيه الاجزاء اللي بتاعته, لا العيان كان عنده اصلا اكروميال ليجن باثولوجيكال فراكشر مع المانديبولار ريجن من الاول. فاحنا لو كنا الفحص اتفرج كويس كانت هتتكتب ميتاستاتيك ديزيز من الفحص اللي هو في شهر 5 اللي فات. تمام. طيب احنا بالنسبه لنا المانديبولار ريجن المالجننت ممكن تكون سكويماس سيل كارسينوما, لكن وي ماست بوت ان اور ديفرنشال المالتيبل مايلوما والميتاسيس. الميتاسيس موست كومن عشان يبقى اوستيوريتك بيجي من البريست واللنج والكيدني, والاوستيوبلاستيك بتبقى جايه من البروستات. ميني ثانكس, ذس اور ريفرنس. ميني ثانكس. شكرا كورايماس, فير نايس كيسز. ثانك يو. ثانك يو. نيكست سبيكر. Thanks, Dr. Ines, for archiving cases. Next speaker, Dr. Asma Youssef.